7, Shalom Arba, Nafsi Turia Zaybek. طيب طبعا زي ما انتم عارفين زايدك بتقول الفيرست جنريشن اللي انا مستخدمش عن كلام ريسيرش ازاي الفيرست اللي احنا بنستخدمه علشان تبقى اساسي قضية الروت او الكلام ده كله. طيب هنفتح البرنامج. طب يعني هو ده انترفيس بتاع البرنامج العادي، يعني قبل ما نبدأ في المشروع نفسه قبل ما نبدأ بأي حاجة زي ما شفت أول إحنا عايزين نخلي الموديل فين هو الديفولت سيميليتور بتاع الزايد. هدوس إيديت بعد كده بريفرنسز. طيب اختار انتجريتد تول، انتجريتد تول كده اختار أول واحدة اللي هو موديل سيميليتور. أنا كنت مختارها من قبل كده، نشوف الباص بتاعها كده مين كان. باجي أبدأ بروجكت أعمل فايل بروجكت وأكتب اسم بروجكت مثلا الإكزامبل اللي احنا هناخده النهاردة المايكرو وأختار الباص بتاعي. أوكي أختار اللغة HTML سواء كانت JPL أو فيرلي بروس نكتب كده بقى أنكسر. خلي بالكم بس من الحاجات اللي أنا عاملها دلوقتي الفاميلي ده بختار نوع الفيرت اللي ماشي عليها أو الفيرت اللي ماشي عليها في فيرت فيرت تو الفيرت اللي ماشي عليها. لو أنت عارف نوع الديفايس ده تختار من هنا. بعد كده اللانجوج اللي احنا بنشتغل بيها هي دي ال اتش تي ال تمام. انت بتنجح 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 بتنجح. أنا عايز أخبرك من حاجة، الموقع دوت هو فيه الفايلز بتاعت البروجكت نفسه، والموقع دوت ده البروسيس بتاع كل فايل. بمعنى دلوقتي في المايك احنا دلوقتي هنشرح الإكزامبل بتاع المايك. أوكي هنشوف الإكزامبل اللي احنا بنشتغل بيه. احنا دلوقتي عايزين نعمل مانيوال ترانسميشن نستخدم بس في الزيت دايركشن مش هنستخدم ستاند دبل. طيب الماس زي ما انتوا عارفين انا داخل لي كومب سيكونس اي او كيو خشوا على بلوك اللي اسمه مايكرو دي خلفون دي ترانسميتر 1 سيكونس كومب سيكونس ترانسميتر 2 كومب سيكونس. ده بيجي على ايه؟ بيجي على حاجه بسيطه جدا. انا اول سامبل بجيبها ترانسميتر 1 ده عباره عن ترانسميتر 1 عبارة عن سمبل أولانية باخدها وأطلعها على طول اللي هو البي ده اللي هو سمبل نون باخدها على طول. السمبل التانية باخدها على طول ده بالنسبة ليه؟ ترانسميتر 1. ترانسميتر 2 بعمل ايه؟ ترانسميتر 2 أول سمبل بخرجه هو ايه؟ هو السمبل التاني اللي هو بي بلس 1 بعمل له كونجريت وأضربه في ماينس بخرجه في الأول. بعد كده السيمبل التاني اللي أنا بخرجه هو السيمبل الأولاني اللي دخل بعمل له كومنت. طيب أنا دلوقتي هعمل إيه؟ أرجع البرنامج تاني. طيب بس عاوز أعمل إنتش إنتش دي بتاعتي عشان معايا ستة توتال. دي سكيت مين؟ نيوسول او ندوس بروجكت نيوتر. طيب ده المربع اللي احنا بنشتغل بيه على طول سورس اللي احنا بنشتغل عليه على طول. في هنا بنشتغل في اتش ال موديول في اتش ال موديول بمرة الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في النيو سورس احنا ان شاء الله هنتعلم ادي كور هنتعلم تيست بنش هنتعلم في اتش ال باكج. احنا بس دلوقتي هنعمل ريجين فيو لو انت بتاعت عادية نسميها مان. اوكي ده البوكس
البورت نيم. فكان في ام بي تي، كان في بورت، لما جت في ام بي تي بورت ام بورت، فكان بورت ام بورت الكلام ده كله. ده الموضوع ده بتشتغل عليه، بمعنى ان انا مثلا هنا انا عاوز اخد انبوت خليها في الانترفيس ونوعه هلو انبوت او اوت، انا اخد انبوت وانا بوصل للبورت. البورت مثلا انا عاوز اخليه 4 بت فين بيزا زيرو، فانا بوزن البورت يعني نخليه لو بيت واحدة سنتر ليفل، وبعد كده ندخل انبوت فيز وكوادرنت كوادريتشر، نخلي الداتا اوت بس ممكن خليها بس ممكن خليها هنا بقى مثلا بس ميريت بتاع الجيل، بس ميريت بتاع الجيل فينيش. خدنا بالنا هو ظهر لنا هنا انتيتي، وخد الانتيتي وادي انتيتي، يعني هو خد اثنين انتيتي كاملة. ثالثا ان هو انت تكتب الاركتكتشر، خلي بالنا في مربع بتاع السورس لنا الـ entity الرول تحت ايه الـ project نفسه اسمه المنتج. طيب اهو ده كود بتاعنا، طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا عملت الـ entity بتاعت الـ MySQL بوك ماتش كبير ده، عملنا الـ phase الـ port input و quadrature الـ port input، الاتنين دول ال ثاندر لوجيك يعني بيت واحدة، وده بيخرج سميناها اوت وان وده اوت تو، نخلي اخرية ثاندر لوجيك فيكتور 8 بيت 8 بيت نجيبها زيرو يعني. فاحنا من جوه هنعمل ايه؟ من جوه هنعمل انتريز مختلفة، فهنعمل بلوك بتاع الرام بلوك بتاع المايس بروجيك، فالجنب ده هنعمل اتنين دول بس. ممكن في الاخر اعمل اتنين ادرا ولا حاجة عشان ايه اتفرجوا معاك. دلوقتي احنا عايزين نعمل البلوك بتاع ماي سيبل سيزون، فتعالوا نبص كده سريعا على ماي سيبل البلوك بتاع ماي سيبل سيزون. طيب البلوك بتاع ماي سيبل سيزون بكل بساطة احنا هنعمل بلوك كده يخشله الانفيز اوبريشن دلوقتي، والانفيز اللي هو النيجس السيمبل اللي بعديه، وبرضه نفس الكلام بالنسبة للكوادريتشر كودريشر بريزنت كودريشر اللي هو نيكست بالنسبة للسيمبل بعد، تخرج منه نفس ال يعني نفس ال البورت كي بس، لكن حصل له بروسيسنج بيز على الكلام اللي احنا قلناه، نعمل له كونتيجيت مثلا في 5 سكند فقط. طيب دلوقتي هنيجي عند البرنامج، هندوس على البرنامج مثلا ومنه نيو سورس، هعمل في اتش ال مديول يعني هعمل انت زيرو في اتش ال مديول، سميها مثلا مايكرو اسكو سورس. بالنسبة ايه هو اللوكيشن بتاع الانتيتي؟ طب انا مش انا من شوية حددت اللوكيشن بتاع البروجكت، عادي انت ممكن تعمل تحط الانتيتي في بلوك وتحط البروجكت في البوست تاني، أو تشغل البروجكت كتوتال هو بيفهم كل انتش موجودة فين وبيروح يعني. دلوقتي عملنا ماشي بروسيسنج نكست، زي ما قلنا هنسمي واحد مثلا انبوت انبوت وان انبوت تو كوادريتشر وان كوادريتشر تو. بالنسبة هو ال برنامج في اتش تي ال محتاج انفينيتي، فمش راح تظهر كيو سمول كيو كابيتال. اوكي دلوقتي نخلي دول الأربعة انبوت زيهم الأربعة اوت
yapabilirsin. Kalıyor. 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 Var. Kalıyor falan. Kalıyor olduğu üretim kurulu. Kalıyor falan. Kalıyor. 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 أخذنا منه لأنه عملت اللي هو افتح لي انت في الجديدة سمايت في السيتي عشان أدخل كليك خد انت في نفس الوقت قلت أنا هاخد الأرتيتشر بتاعتنا هجيبها من كول جايز هعمله اللي هو عمله لي فالانيميشن كلها في ستة كود هعمل ايه؟ هعمل شكل سنتكس. طيب دلوقتي زي ما قلت لكم ده الجوك ده المربع اللي فيه الفايلز ده المربع بتاع البروجكت ده المربع بتاع البروجكت ده مقدرش انا عاوز اكمبايل الكود اللي انا كتبته فانا هاجي اقف على مايكرو بروسيسنج عشان انفذ عليه البروسيسنج ده لازم يكون هو لازم يكون هو توب مديول فانا هخليه فيست مين عليه واختار فيست اد توب مديول اوكي هخليه بص لو خدت حاجة خدت وقت هو علامة ايه علامة دي فهدوس على الانت شريحة من هنا بروسيسنج وقت هنا في المربع دوت وهدوس على سنسز صح يعني وهدوس شيفت سنسز كتبت هنا كومبليت سكشن خلاص الكود مختصر كومباير المرة ممكن أعمل ممكن أعمل سنسي لو كتبت صح أوكي خلاص أوكي أوكي ممكن أعمل حاجة تانية حلوة خالص فيو ار سي ال يعني ايه بقى حكاية ار سي ال؟ فاكر انت الوكالة اللي هو بيشتغل مثلا بيعملوك دياجرام بتاع البلوك نفسه هو زي ما احنا فاكرين اللي هما أربعة أربعة إنبوت أربعة أوت أو بتستخدم جوه لا هو جوست دبل كليك هيوريك يعني هو شهادات إيفنت فاحنا نرجع تاني خلي بالك هو بلوك ديزاين يعني السورس هو ده الكود بتاعنا طيب احنا دلوقتي خلصنا البلوك بتاع مايزو بروسيسنج عايزين نعمل سيميليشن فانا دلوقتي هدوس على بيهيفير سيميليتور بعد كده اعلم على مايزو بروسيسنج واختار من موديل سيم سيميليتور افتح سيميليتور بيهيفير مود دلوقتي الموديل سيم هيفتح لي هو باي ديفولت الموديل سيم هينكلود الكود اللي انا كاتبه بتاع مايزو بروسيسنج فهيحطهولي في موديل سيم وهيظهر لي بس الويف فورم أو السيموليتر بتاعي وأنا أقدر أغير الحاجة اللي إحنا عاوزينها زي ما إحنا اتفقنا إن إحنا نعمل كل بلوك بعد كده نسيميليت على موديل سيم وفي الآخر هنعمل تيست بنش تمام احنا دلوقتي خلصنا البلوك بتاع المايكرو بروسيسنج دلوقتي هنعمل البلوك بتاع الرام هنعمله بطريقة مختلفة عشان نتعلم حاجة جديدة ازاي دلوقتي هنعمل رام على حاجة اسمها اي بي كور يعني ايه اي بي كور بكل بساطة في كده بلوكات في اي بروسيسنج او عموما يعني بس انا مبروحش اعملها في دي ال فولدرز بيسهل عليا الموضوع هو بيجيب لي كود جاهز انا بس بستخدمه كأداة كومبوننت بس هنشوف ازاي بنعمله سي احنا هنستخدم الرين دي بتاعت اللي هو اي بي تو راجع على البرنامج بتاعنا هقطع البرنامج عشان بس هقفل الحاجات دي هقطع البرنامج وفي كمين يوتيوب او زي ما احنا قلنا بروجكت يوتيوب
دوس زوج على الاي بي كود، اي بي كود دوس نعمل ريمون دوس نيتس دوس. دي تقريبا كل البلوكات الموجودة جوه الزاوية. فانا عاوز اعمل ريمون اختار ديجيتال سيجنال بروسيسنج دي اس بي، واختار سوري هيظهر لي كده جي اي بيشرح لي البلوك ده عامل ازاي. هتلاقي برامتر مثلا ممكن نلعب فيها براحتنا، ممكن نختار سنجل سورس رام. هتلاقي في بعض البلوكات متأكدة وفي بعض البلوكات مش متأكدة، صح كده ممكن أكتبها ممكن أكتبها. ممكن لو أنا مش فاهم البورت بتعمل ايه، يعني أجيب داتا شيت أشوف داتا شيت بتاعته. هارد داتا شيت وهنا ازاي في بوصل داتا شيت في كل اي بي كود. هارد داتا شيت مفهومة كويس، بعد كده ممكن استخدم اي بي كود. او لو انا فاهم البلوك كويس خلاص. انا مثلا هعمل دلوقتي رماية، فانا يعني داخلها يعني انبوت 4 بت هخرجها 16 بت مثلا. بس نبت يقول لي مثلا يعني انت عاوز تقرا الاساس قد ايه، فاقول له مثلا عاوز اقراها يعني او حاجه من الكاتبين اللي هو 7، انا عاوز اقراها 7 بس، او خليها عاوز اقراها 4 بت بس. 4 بت هتبص هتلاقي هنا يعني هو بيقرا، يعني هو باي ديفولت خلاها من 0 لـ 3. اوكي ريد ويت احنا قلنا 4 بت، فهو خلاها في الديفولت. هو في الانترفيس هو خلاها 4 بت. اوكي بعد كده لو احنا عاوزين نخلي نيبل بت نركزه في النيبل بت نأكتيفيت نيبل ولا لأ كده ختمة، أو ممكن لو عاوزين نعمل ريزيت ممكن عاوزين نعمل ريزيت. طيب هو دلوقتي كده خلص الـ IP كود وحطهولي تحت البرنامج، فأنا لما أضغط عليه هفتح لي نفس الـ GUI. لو أنا عاوز أعدل في حاجة تانية وأكيد يعني هو وأكيد هو مش هيظهر لي الكود نفسه عشان الكود رايت، ولكن هو هيظهر لي الـ Component نفسه ازاي استخدم ال اي بي كود از كومبوننت. فانا بعمل ايه، بقف على الرام وافتحها وافتح الكود جنريتور وادوس على فيو اتش دي ال. عموما فيو اتش دي ال ديت انا ديت تخرج لي الكومبوننت، ديت بتعرف لي الكومبوننت الانتي وهنتعرف عليها كمان شوية. حاليا هو فتح لي هو عامل رام از خزن انتجي واستخدمنا فيها الكومبوننت بتاعت الرام. انا بسميها رام. هو كتب لي الكومبوننت في اركتكتشر بين بين شارجين بين واخدها لي من جوه. اوكي ممكن استخدمها عادي كأزن انتجي. هو حطها لي في انتجي وحطها لي عندك انتجي، يعني واستخدم الكود بتاعه جوه يعني عايز اكون زي ما احنا شايفين. طيب
Bosman Burkhan'ın çizgisi Bosman Burkhan ve seçilen Burkhan'ın yanlı ortakları muhtelif açıdan herliği de güzel. Tabi o şey ihna azim yani o şey bir hadis في الأدب أو في حاجة في ذلك يعني دلوقتي لو أنا عندي كود جاهز أنا اللي عامله عايز أستخدمه كذا مرة في ذلك طب أعمل إيه؟ هقول له كده دلوقتي في حاجة تانية لو أنا في سنتكس معرفش وكده مثلا مش عارف أعمل إزاي جينيريك مش عارف أعمل الفولو بتاعي مش عارف أعمل الكيس ستيتمنت مش عارف أعملها إزاي بيوفر حاجة زي كده؟ يعني ايه بيوفر حاجة زي كده؟ يعني زارف لو احنا بدينا من المشروع بتاعنا عموما يعني في زارف هندوس هنا اللي هو اسمها لانجوج تمبلت هتلاقي كده فتح يعني حد الكاتيجوريز انا هختار في اتش كاتيجوريز تلاقي كل الاكواد بتاعت ال في اتش ال مكتوب هنا تلاقي اللي احنا عاوزين نكتب انتيتي هيدي في الشكل عامل ازاي لو مثلا هتاخد اكواد الباص او مش كل اكواد الباص هو بيزيد تستخدمه احنا كل اللي انت هتعمله هتدوس في المين يوزن فايل الفايل اللي انت واقف عليه هو هيحصلك الحاجات اللي انت عاوزها فيه بالإضافة لحاجة تانية خالص آخر حاجة اسمها يوزر تمبلت لو في كود انت عاوز انت عندك عاوز تستخدمه كذا مرة فهتدوس في المين نيو تمبلت وتكتب الفايل اللي انت عاوزه زي مثلا أبل أنا أريد كنت عامل في التنظيف انتيتي بتاعت الأند جيت نضيفها جاهزة أنا هستخدمها على طول ستيت تو مي يوزن فايل هستخدمها في الفاينل بس عشان مثلا إحنا هنعمل دلوقتي نيو سورس نيو سورس دي اسمه أتر مثلا نختار في اتش ال جو ونكتب أتر نيتس أنا دلوقتي أنا عاوز أكتب الكود بتاعي ده كله كتبت الكود ده بقى كنت هحفظه وعاوز أكتبه بالصفر فأنا هدوس على لانجوج تمبلت أختار البلوك مثلا ده وأقول له يوزر فايل هو بيدوس يحط لي الفايل اللي أنا كنت كاتبه في ال عند الكورس اللي أنا كنت واقف عليه تمام طبعا احنا خلصنا دلوقتي ال AND GATE طب انا خلاص عن طريق الموبايل انا عاوز اشوف ممتاز ولا لأ تمام اعرف ال AND GATE مفيش اهم حاجة ده تيك از توب جو خليها توب جو عشان اعرف اعمل عليها بوش داخل ايه انا هختار من هنا فيت خلاص اوكي وانا عاوز مساحة كوفي والمرة احنا عاوزين نشوف ال RTL هتلاقي بلوك عادي هو ال AND GATE دوس عليه هتلاقيه من جوه هتكون عند جيت هتلاقيه هو في الأول طيب اوكي دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ دلوقتي احنا خلصنا طلب اللي احنا عاوزين نعمله احنا بقى عاوزين نحط البوكات دي في البوك الكبير بتاعنا اللي هو المايكرو بلوك فانا هستخدمه يعني از كومبوننت فانا كل اللي هعمله انتجر رام تبقى كومبوننت واحطها جوه المايمو البلوك الكبير كان طيب انا هرجع البرنامج هرجع البرنامج البلوك بتاعنا مايكرو بروسيسور سوري اسمه كان اسمه مايكرو خليه يكون موجود انا دلوقتي انا عاوز بس انا عاوز استخدم كل البوكات بتاعها زي اللي جوه يعني احط هنا كومبوننت واستخدم كومبوننت تحت فانا اول خطوة بعملها ايه الخطوة اللي انا بعملها اول خطوة بعملها اللي انا بحط كل كومبوننت بتاعت الانتيتي بحطها من بيها فلوس وبنزل فال نظريك بيوصل عليا ان انا افكر ازاي اعمل كومبوننت بكل بساطة بالنسبة للاند جيت فانا بضغط عليها وخليها تكون موجود اوكي واجي في بضغط على البروسيس
ادوس على ديزاين سنترايزي وستارت فيو بيج ايه الانستليشن تمبلت. دلوقتي هعمل ايه؟ طيب اوكي. دلوقتي هو اللي هيعملولي هيفتح لي الكومبوننت، هيفتح لي الكومبوننت بتاع اند جيت. يعني هاخد الكومبوننت على طول كده كوبي احطها هناك، وديت وده الشكل، ده الشكل اللي انا بستخدمه بعد البداية. بمعنى ان انا اجي عند المايكرو افتحها اهو بالظبط كأن انا عملته، حطيت كومبوننت ما بين الاركتكتشر ما بين البداية، وانا في الاند جيت اخد دوت، اخد الجزء اللي انا كنت بوت ماب، واجي عند المايكرو ديسيشن واشوف سوري عند المايكرو شوف هنستخدمها ازاي. هو بص هو كتب لي الفورس بتاعت الاند جيت، انا بس انا هكتبه السيجنال بتاعت المايكرو اللي انا هستخدمها، مش عليا الموضوع ده كله. وبالمت بالنسبة لبقية، وبالمت بالنسبة لبقية البلوكات. طيب لو خدنا بقى دلوقتي مربع ترانسفير، تلاقي أول ما احنا استخدمنا الأند جيت اللي هو المايزو، هو بديفولت هو عمل انزول الأند جيت تحت المايزو. ماشي دلوقتي في نفس الكلام اللي هنعمله بالنسبة للكومبوننت بتاع المايزو ديسيجن، هنخليها 300 جول وفيو كونديشن تمبلت، وهناخد الكومبوننت كوبي وهنحطها في المايكرو بيكتشر بين ايه؟ بين